أحبتنا في كل مكان متابعينا، نحن معكم في الاستوديو الأول لبطولة كأس أمم آسيا 2019 لكرة القدم، والتي انطلقت اليوم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتعاقب السنوات سريعة جدا وتعود الإمارات لاستضافة هذه البطولة، خصوصا أنها كانت آخر استضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، كان في بطولة 1996 أنذاك، ولعبت أمام المنتخب العراقي في تلك المرحلة في المباراة النهائية. تعود الأيام وتتسارع، واليوم بدأت البطولة كما تعرفون. حبتنا في كل مكان، أرحب فيكم من جديد، وأرحب أيضا في ضيوفي من خلال هذا الاستوديو. سنكون معكم بإذن الله تعالى في كل يوم إن شاء الله في نفس هذا التوقيت. أرحب بأخوي معن الشيد، حياك الله. حياك الله ابو نصار، الساعة المباركة، وانا جدا سعيد بتواجدي معاكم في هذا الاستوديو. حياك الله، ارحب فيك اخوي محمد. يا هلا فيك، اكيد ارحب فيك وارحب بالساده المشاهدين. ان شاء الله راح نكون مع مشاهدينا في اطلاله ان شاء الله متميزه لمواكبه هذا الحدث باذن الله. باذن الله تعالى، وايضا ارحب اخوي محمد. حياك الله ابو نصار، واكيد التحيه موصوله لكل من يتابعنا خلف هذه الشاشه من خلال تغطيتنا اليوميه والمباشره لهذه البطوله الغاليه، بطولة آسيا 2019. بإذن الله تعالى نتمنى التوفيق إن شاء الله في هذه الحلقة أو هذا الاستوديو الأول. قبل أن نبدأ نشوف هذا التقرير ثم نعود معكم من جديد. انطلقت مساء اليوم منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 من فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. يشارك في النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا التي تقام خلال الفترة بين 5 يناير والأول من فبراير المقبلين 24 منتخبا للمرة الأولى في التاريخ، وتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة 4 منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور 16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تنال المركز الثالث. وستشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على 8 ملاعب في 4 مدن هي أبوظبي، العين، دبي والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوما. تشهد هذه النسخة مشاركة 3 منتخبات للمرة الأولى في التاريخ، وهي قرقيزستان، الفلبين واليمن بعدما تم توحيده، لا سيما أن المنتخب اليمني الجنوبي شارك في نهائيات كأس آسيا عام 1972. وإذا ما ألقينا الضوء على المجموعات نجد بأن القرعة أسفرت عن وقوع منتخب البلد المنظم الإمارات مع تايلاند، الهند والبحرين في المجموعة الأولى، فيما ضمت المجموعة الثانية أستراليا حامل اللقب، سوريا، فلسطين والأردن. أما المجموعة الثالثة فجمعت كل من كوريا الجنوبية وصيف النسخة الماضية، الصين، قرقيزستان والفلبين، بينما ضمت المجموعة الرابعة إيران، العراق، فيتنام واليمن. ووقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة رفقة لبنان، كوريا الشمالية وقطر. وجاء في المجموعة السادسة والأخيرة كل من اليابان، أوزبكستان، عمان وتركمانستان. نعود حبتنا من جديد مرة أخرى في استوديو بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، والتي انطلقت اليوم كما استفدت في دولة الإمارات العربية المتحدة. مثل ما قلت لكم قبل الفاصل، كانت آخر بطولة قيمت في أبوظبي عام 96،
ولعب المنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي مباراة النهائية، فاز المنتخب السعودي في تلك المباراة النهائية. رحب بضيوف الكابتن ثامر عناد، حياك الله ابو عدبي. الله يحييك يا ابو نصار، مسي عليك او مسي عليك ما وصلنا اثناء، مسي عليك ومسي على الساده المشاهدين وعلى طاقم العمل كله، وان شاء الله يكون برنامج نرتقي فيه او نستمتع فيه ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل توفيق رحب فيك. يا هلا فيك، مساكم الله بالخير، وانا اتشرف في وجودي معكم في هذا البرنامج، خصوصا يا ابو نصار يعني انا من تلامذتكم، يعني مثل ما يقولون اتشرف اني اكون اخذ هذه الفرصه واتعلم منكم من خلال هذا الاستوديو. وطبعا تواجدي مع الكابتن ثامر يعني هو غني عن التعريف، وسابقنا سواء في مجال التدريبي او بالتحليلي. ان شاء الله نوفق ان شاء الله بالحديث ان شاء الله عن البطوله بشكل عام. تحدث عن المجموعات كابتن ثامر عناد. احنا شفنا المجموعات يمكن البطوله هذه 32 فريق، اعتقد ان من او يمكن المجموعات اللي تجزأت فيها من 24 فريق عفوا، فيها من الفرق القويه وفيها في الفرق يمكن المتوسطه، وشفنا احنا يمكن بطوله التحدي، وشفنا حتى في التصفيات المؤهله لكاس اسيا شفنا فرق تستحق الوصول، وفي شفنا فرق يمكن متوسطه المستوى، بس كمجموعات انا اعتقد انها متوازنه نوعا ما. يمكن المنتخب الاماراتي والمنتخب البحريني او حظا للوصول للمرحلة الثانية بما يضم الفريق الهندي والفريق التايلندي لو أضعف من أضعف الفريقين في المجموعة، فأعتقد أن المجموعات الثمانية أو الستة متوازنة نوعا ما تقريبا. الكابتن عادل توفيق، يعني احنا مثل ما ذكر اخوي ثامر ان هذه المجموعات متوازنه نوعا ما، يمكن المجموعه الثانيه مجموعه الاردن وسوريا وفلسطين والمنتخب الاسترالي تتميز بالقوه البدنيه. تحدث عن المجموعه الاولى اول عشان اشوف، تحدث عن المجموعه الاولى تفضل. المجموعه الاولى هي متكونه من منتخب الاماراتي والبحريني والتايلندي والهندي، يعني منتخب الاماراتي والبحريني اعلى كعب من المنتخبات هذه، خصوصا المنتخب الهندي تاهل من البطوله اللي قامتها الاتحاد الاسيوي علشان يعطي فرص للمنتخبات الناميه من خلال هذه البطولات وتأهلها الى كاس اسيا، هي منتخبات متواضعه، يعني اليوم التعادل تقدر تقول انه سهل مهمه للفريقين يتأهلون الدور الثاني. تتحدث عنها احنا تفضل بتضيف شيء تفضل. اي لا أنا من المجموعات كلها هي المجموعه الثانيه هي اللي فيها ممكن مثل ما تقول تريك، اللي هي فيها عامل بدني من كل الفرق يعني تميز هذه المجموعه بالبنيه الكبيره، يعني اغلب الفرق استراليا، المنتخب الفلسطيني، المنتخب الاردني، ايضا المنتخب السوري عندهم العامل البدني مميز، وهذا يصعب يسهل على المدربين عمليه تعقيد المساحات وتعقيد المباريات على الخصوم. الفريق اللي يقوم بالهوم ورك ماله في قبل البطوله راح يؤذي اي فريق في هالبطوله، واتوقع ان الكرات الثابته راح يكون لها دور في هذه المجموعه. كابتن ثامر عناد، تحدث عن المجموعه الثالثه. اللي تضم المجموعه الثالثه، احنا نشوف المجموعه الثالثه تضم يمكن من الفرق القويه في اسيا، اعتقد ان هي كوريا. كوريا الجنوبيه للمنتخب المجموعه الثالثه، المنتخب الفيتنامي. الفيتنامي الفيتنامي او وايران صح. واعتقد ان المجموعه تضمن اقوى فريقين في اسيا، المنتخب الايراني والمنتخب الكوري هو الفريقين المرشحين لهذه البطوله. اعتقد ان 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 مرشحين فوق العاده في كل بطولات اسيا، وكانوا متسيدين اسيا، وشفنا احنا المنتخب الكوري في اولمبيات الاخيره هو بطل الاولمبيات، ومنتخب الايراني يمكن من اول الفرق الاسيويه الوصول لكاس العالم، فاعتقد ان مجموعه المنافسه بين الفريقين. نشوف المجموعه الرابعه ايضا، المجموعه الرابعه نتكلم عنها ايضا. يعني احنا ما يحضرنا محافظين المجموعات بالضبط لان تو بدايه البطوله، ولكن هي مجموعه يعني مجموعه اللي تضم ايران، المنتخب العراقي، المنتخب الفيتنامي، والمنتخب العراق والفيتنام واليمني، والمنتخب اليمني. نعم. طبعا المنتخب الايراني عنده علو كعب على باقي المنتخبات في هذه المجموعه. لحد الان يعني البطوله مبهمه بالنسبه لنا، لان الفتره الماضيه ما كان في مباريات وديه كثيره للمنتخبات هذه، ولكن المنتخب الايراني افضل من هذه المنتخبات وهو مرشح اول للتاهل في هذه البطوله. نعم. تحدث ايضا عن المجموعه اللي تليها، المجموعه الخامسه. نعم، نشوف منه اللي منتخب
اعتقد المنتخب السعودي وهو كعبه عالي في هذه البطوله وهو من السعوديه وقطر وعمان وكوريا الشماليه يعني مثل ما نقول احنا كانه بطوله خليج مصغره يعني عمان وقطر والسعوديه منتخبات خليجيه نعم اعتقد ان الثلاثه اكثر فرق يمكن بارت نفسها او بارت مع بعض وفاهمين ومتعودين على بعض وفاهمين بعض الكوري الشمالي يعني مو نفس قوه الكوري الجنوبي او المنتخب الياباني او يعني فرق شرق اسيا هو ممكن نقول من الصف الثاني او الفرق الثانيه تاتي بعد كوريا الجنوبيه وبعد اليابان حتى بعد الصين اعتقد ان 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 مباراه راح تكون نوعا ما قويه منافسه بين الرباعي عندهم فرصه للوصول اللي يمكن من افضل اربع ثوالث ياتي من هذه المجموعه بقوتها. نعم شوف المجموعه اللي تليها ايضا. وايضا يعني المجموعه اللي فيها الفرق الخليجيه طبعا لازم نعرف ان المنتخب السعودي جاي من بطوله كاس العالم هذه السنه فهو اجهز من باقي المنتخبات. تحدث عن المجموعه. المجموعه السادسه فيها نعم. منتخب اليابان لا اسف فيها لو يحطون السلايد خليت الاخوان المخرجين يحطون السلايد للمجموعه السادسه لان احنا مو حافظين المجاميع نعم نعم ايوه مجموعه اللي فيها اليابان واوزبكستان هذه المجموعه كامله وتركمستان ايوه المنتخب الياباني هو المنتخب المرشح في هذه المجموعه المنتخب العماني فريق متطور اوزبكستاني فريق متطور كلهم عندهم فرصه في التاهل للدور الثاني وايضا مثل ما قال اخوي ثامر ان هذه من المجموعات اللي تتوقع ان في ثلاث فرق ممكن يتاهلون الى الدور الثاني هذا يعني ثامر عناد ان المجموعات ان البطوله كاس امم اسيا متوازنه بعض الفرق يعني ليست معتمده على فريق اخر مجموعه فرق قويه بالبطوله هو كل مجموعه انا اعتقد ان لا توجد فيها مفاجات اعتقد ان المفاجات راح تكون في افضل ثالث في المجموعات خاصه مجموعه السعوديه وقطر وعمان او مجموعه استراليا بوجهه نظري انها متوازنه نوعا ما ولا بد تشوف ثلاث فرق قويه راح تتنافس في احدى المجموعات بس انا بوجهه نظري انها متوازنه على حسب حظوظ الفرق او على حسب تصنيف الفرق عادل توفيق متوازنه المجموعات بشكل المجموعات عام. متوازنه ولكن يعني مرات لما يكون في ثلاث فرق متساويه المستوى هذا ياثر في تاهل بعض الفرق لان يعني ممكن التعادلات تكثر اذا صار في تعادلات ياثر على المركز الثالث في تاهل الدور الثاني ولكن هي بشكل عام المجموعات متوازنه والفرق العربيه عندها حظوظ كبيره في تاهل الدور الثاني يعني الحقيقه ما سعدنا فيه اليوم يعني من قبل بدء البطوله الحديث عن منتخب الكويت وعدم مشاركته في هذه البطوله ولكن احنا دائما نقول خير بقبال والله الحمد لله منا بعد رفع الايقاف ستعود الكره الكويتيه من جديد لكن هذا التعاطف الجميل الذي نقراه الحقيقه عن منتخب الكويت وعن وجود هذا المنتخب الازرق في هذه البطولات لا شك يسعدنا ويكون دافع للاعبين ان تعود الكره الكويتيه الى ما كانت عليه وهذا ايضا بجهد الاخوان في اتحاد كره القدم وعطاء كبير ان شاء الله للكره دائما خدعونا نتفائل ان الامور القادمه ان شاء الله ستكون بشكل افضل وافضل وهذا الشعور الخليجي ليس بقريب عن اخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي عن اللحمه الخليجيه الجميله التي نراها دائما في دائما الاخوه الخليجيين اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن منتخب الكويت وهذا ما نسعد وايضا سعدنا ايضا بنجاح دوله الامارات العربيه المتحده في اليوم الاول للبطوله بحفل افتتاح بهذا الحضور ودائما نقول كما تعودنا من خلال ايضا خطابات سيدي امير البلاد حفظ الله ورعاه دائما على اللحمه الخليجيه الجميله والتي نراها في قطاع الشباب الرياضي وهذا كله ان شاء الله يساعد على نجاح دوله الامارات ونسعد ان تكون الامارات بهذه الحضور الجميل في كما شاهدناه اليوم في حفل الافتتاح وان شاء الله دائما نقول الاماراتي الغالي وسط العين وفادي دائما ان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنصار في كبله يعني احنا كاول دوله خليجيه حققنا هذه البطوله احنا يعني بابسط الكلام نستحق ان نكون في هذه البطوله خاصه في الموسم هذا احنا نملك فريق ممكن ينافس في هذه البطوله ولكن انت عارف الظروف بس احنا نثق في لاعبينا ونثق في دولتنا ان شاء الله باذن الله بعد رفع الايقاف ومشكورين عليه اللي سعوا على رفع الايقاف ان نكون احنا من ضمن المجموعه وراح يرد الازرق مثل ما افتقدوه اكثر الناس وخاصه الفرق المشاركه هو بالقلب وراح نكون احنا
سيد آسيا بإذن الله بعد التخطيط من الاتحاد الكويتي إن شاء الله بإذن الله راح نكون إحنا ونستحق نكون إحنا من ضمن النخبة في آسيا إن شاء الله. ما نتمنى إن شاء الله أن تعود الكرة الكويتية مثل ما قلنا في البداية من جديد لبطولة كأس أمم آسيا، اسم ثقيل واسم كبير، الجميع يعشقه، الجميع يتمنى أن يكون متواجد في مثل هذه البطولات التي تستفقد فريق ليحمل التاريخ الكبير في عالم كرة القدم. وإحنا دائما نقول دعونا نتفائل خلال الفترة القادمة إن شاء الله الأمور تسير بشكل جيد بإذن الله تعالى. عادل توفيق، قبل أن نطوي صفحة حديث المنتخب، لأن حديث المنتخب الكويتي حكيت عنه أنا، لأن حديث اليوم مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام يشجون يا أبونا، يشجون يعني، فلذلك ما حبينا أن تخطى سالفة منتخب الكويت. لا طبيعي، إحنا يعني أنا ما أتفق مع كابتن ثامر أن منتخب الكويت راح يرد يتسيد آسيا، لأن هذا شيء صعب في ظل تطور المنتخبات مثل كوريا واليابان واللاعبين المحترفين يروحون إلى دول أوروبا، ولكن منتخب الكويت راح تكون له كلمته، راح يكون من مصنف الكبار، ممكن يرجع بالفترة القادمة، لأن المنتخب لأن الكويت ما عنده أرض خصبة في المواهب وعندها لاعبين ممكن ينفذون أي أفكار ممكن يطبقها المدرب، ولكن تحتاج إلى منظومة ونظام كامل متكامل في الكويت إنه يساعد الرياضيين على إبراز مواهبهم والمنافسة على أكبر صعيد. طبعا أيضا الحضور الجماهيري كان كبير جدا في مباراة اليوم في حفل الافتتاح، وهذا يدل على أيضا نجاح البطولة من بداية اليوم الأول في هذه البطولة الآسيوية التي تجمعنا جميعا حول الأمور كثيرة. ما نتمنى إن شاء الله نجاح لإخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما نتمنى أيضا خلال الفرق القادمة إن شاء الله أن تقدم مستويات على مستوى جيد. تحدث ثامر عناد، المباريات الفرق الخليجية لها دور، لا نتحدث عن المنتخبات الآسيوية لكن المنتخبات الخليجية تحديدا. نعم، احنا مثل كاس آسيا نتكلم هي منافسة داخل منافسة خاصة في المنتخبات الخليجية. احنا ننافس في مجلس التعاون في الأندية على مستوى الأندية، ننافس في كاس الخليج مع بعض، فاعتقد ان قوتنا في هالدول هذه، احنا ممكن متضامنين او نعشق هذه الدول، وكان المنافسه بينهم شرسه. نعم. ونفس ما تكلمنا على مجموعه السعوديه وعمان وقطر. نعم. قلنا وتكلمنا احنا ان الثلاث فرق، يمكن نفس ما قال الكابتن عادل، ان السعوديه ممكن يعلو عليهم لانه كان. نعم. في كاس آسيا وكان يعني افضل وكان عنده استعداد اكبر من. نعم. الفرق الثانيه، ولكن نتكلم على المنافسه الشرسه بين دول الخليج، اعتقد ان دول الخليج قادره انها توصل لابعد مدى في كاس آسيا. كلام طيب. طبعا فقرتنا الان على اساس نكون معاكم في برنامج او استديو منوع في كل شيء، فقره الاخبار لهذه البطوله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في أولى الإطلالات على تلفزيون دولة الكويت، وكذلك هذا الاستوديو الخاص في بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة من اليوم ولغاية إن شاء الله 1 فبراير في دولة الإمارات العربية المتحدة. في البداية خلونا نرحب بالكباتن، حياك الله أبو عدبي، كابتن ثامر عناد، وكابتن عادل المشري، وأكيد مع العمدة القائد جابر نصار. الله يبارك. ترى أول بأول الأخبار، ها ما راح أسولف، راح أسولف أيضا شيء طازج إن شاء الله. أكيد أهم الأخبار راح تلاقونها هنا في هذا الاستوديو، وننطلق بأول خبر. الخبر الأول يقول القيمة التسويقية لكأس آسيا 2019 تتجاوز المليار دولار، أكده وينتسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن بطولة كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات ستكون بطولة تاريخية لما تضيفه من قيمة وأهمية لبطولة كأس آسيا، والتي ستدخل منعطفا جديدا في السنوات المقبلة. وكشف أن نسخة الإمارات رفعت بالفعل من قيمة كأس آسيا السوقية والتسويقية، والمتوقع أن تتجاوز سقف المليار دولار، وهو رقم لم تكن لتصل إليها البطولة في النسخ السابقة، وحتى أستراليا 2015 التي لم تصل لـ 400
مليون دولار، رغم أن القيمة التسويقية بدأت في الارتفاع والتطور مع نسخة 2007. خبر ممتاز وجيد في نفس الوقت، يعني أنت لما تسولف من 2007 بدأت الأمور التسويقية تزداد ووصولا إلى 2015. السؤال يمكن أبتدي مع الكابتن ثامر عناد، حول الأمور التسويقية أصبحت الحين شيء ضروري في عالم كرة القدم، وقاعد نشوفها في زيادة كثرة عدد الفرق، وهذا السبب الرئيسي في عدد زيادة الفرق في هالموسم في هالبطولة بالتحديد 24 فريق. المليار دولار هو هدف، لكن فرق من 400 إلى 600 الهدف الرئيسي. ليش؟ هل راح نفتقد متعة كرة القدم وننتبه إلى المادة؟ لا، شوف، هو كرة القدم الحديثة الحين تعتمد على المادة. نعم. متى ما كانت هناك مادة وأرض خصبة وفرق قوية أعتقد أن البطولة ناجحة. أنت لما يكون الهدف مليار دولار يعني هو الهدف المنشود. أنا بوجهة نظري أن أي بطولة تعتمد على الهدف المنشود أو أن التسويقية أو سعر التسويقي لها في مليار دولار أو أكثر، يعني أعتقد أن يمكن فيها عمل جدي من اللجنة المنظمة وخاصة في اللجنة التسويقية، ويمكن احنا في ناس متخصصين حتى في التسويق وعارفين ان عالم كرة القدم ممكن يتحول الى عالم المال. نعم. وهو هذا قريب، يعني عالم المال حتى نشوفه على مستوى الأندية وعلى مستوى الانتقالات او على مستوى جلب اللاعبين. صح. فاعتقد ان القيمة التسويقية لبطولة نفس كأس آسيا تستحق ان تكون مليار دولار. جميل، هذا هو كان خبرنا الاول ورد الكابتن ثامر عناد لهذا الخبر. نروح الى الخبر الثاني، وشفيع يقول ندرك قوه المنتخب الاسترالي. اكد عامر شفيع حارس مرمى وقائد المنتخب الاردني النشامه لكره القدم ان الفريق جاهز للمواجهه المرتقبه امام نظيره الاسترالي حامل اللقب، والتي تقام يوم الاحد في مستهل مشوار الفريقين ببطوله كاس اسيا 2019. وايضا قال شفيع: نحترم المنتخب الأسترالي ونسعى لتقديم المردود الفني اللائق ورسم السعادة على وجوه الجماهير الأردنية. أيضا أضاف شفيع: وصلنا إلى مرحلة ممتازة من الجاهزية البدنية والفنية، وندرك جيدا السرعة والقوة للاعبي المنتخب الأسترالي. عادل توفيق، إذا قلنا المنتخب الأسترالي هو المرشح ما بين منتخبات 5 إلى 6، ولما يجيك تصريح من قائد فريق المنتخب الأردني أكيد في عناصر مهمة، يمكن أبرزهم غياب عودي الصيفي نجم نادي السلمي غير متواجد مع المنتخب الأردني. هل هذا التصريح فقط اللي خلينا نقول على قولتهم يدغدغ مشاعر اللاعبين، يحمسهم أكثر أن فعلا يقدمون شيء أمام حامل اللقب؟ لا، هو هذا النوع من التصريحات يكون رد على تساؤل بعض الصحفيين، وهو ما يكون هو طالع بالتصريح من نفسه، ولكن من وجهة نظري أن اللاعب الذكي اللي يبتعد عن هذه التصريحات ويبتعد عن المقارنات علشان ما يدخل نفسه والفريق في ضغوط نفسية وهو في غنى عنها. تصريح ممكن هو يشحذ فيهم همة اللاعبين ويعطيهم ثقة كونه هو كابتن المنتخب الأردني، فتصريح منطقي بعض الشيء، ولو أني أنا ما أفضل أنه يصرح ويقارن نفسه مع منتخبات أخرى ويحول السؤال اللي يجي له من الصحفي من أنه هو عن الحديث عن المنتخب الخصم إلى المنتخب إلى الكلام والحديث عن ميزات وخصائص منتخب الأردن أو منتخبه هو الخاص. جميل، نروح إلى الخبر الثالث. رئيس الاتحاد الآسيوي يؤكد ثقته في حكام كأس آسيا. أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ثقته في قدرة الحكام على إظهار الصورة المشرفة عن التحكيم الآسيوي في منافسات بطولة كأس آسيا 2019، مبينا أن النجاحات المتتالية للحكام الآسيويين تمثل أرضية صلبة للمضي قدما في مسيرة الإبداع والتميز خلال الحدث القاري المنتظر. وأعرب بن إبراهيم عن إيمانه المطلق بقدرة الحكام على مواصلة مستوياتهم الإيجابية طوال مباريات كأس آسيا، وتأكيد السمعة الطيبة للحكم الآسيوي وإظهار إمكانياته الحقيقية، مبينا أن تميز التحكيم سيضاعف من مساحات النجاح وسيثري مسيرة الحدث القاري الكبير. هذا هو خبرنا الثالث. ونصار، الحكام وجدل كبير مع الحكام، وانت كثير من اللقاءات عندك مع الحكام سواء في استديو الاذاعي او حتى في التلفزيوني. الحكام الاسيويين فعلا لهم بصمه؟ نعم، بصمه ايجابيه، ولا يعني فيه نوعا ما مجاملات من رئيس الاتحاد الاسيوي؟
لا ما في مجاملات، يعني الحكم مثل اللاعب يبي يظهر نفسه بشكل جيد. احنا نقول بعض الاحيان في اخطاء تقديريه ربما تكون الحكم، لكن لا يوجد تحيز كامل لفريق ضد اخر، لان هذا الحكم يريد ان يكمل المشوار يكون من الحكام الجيدين. لذلك في بطولات الاسيا بشكل بطولات كمتابع بطولات كاس امم اسيا قليل من الاخطاء التي حدثت، وان حدثت هي ما لم تكن مقصوده بشكل عام، لكن اعتقد مستوى الحكام الاسيويين مستوى جيد، وخاصة مستويات الحكام الخليجيين تحديدا على مستوى جيد. واكثر ترى من استفاد بالتحكيم في كرتنا المحلية ثامر عناد. لا بس بس محمد لحظة، هذا اتهام، انا ما لي شغل جاوب عليه. بس ابو شاهين لازم الرئيس الاتحاد الاسيوي يدعم حكامه، لازم يكون صح. يعني حتى لما يكون حتى التقييم او يمكن لما تقيم الحكام وحتى لو يكون ضعيف، هو على راس الجهاز، لازم يكون هو الداعم الاول صحيح. والدافع القوي لحكام اسيا. احنا نتكلم اخطاء مثل ما قال بنصار، ممكن تغير نتيجه مباراه، ممكن تكون اخطاء غير مؤثره او مؤثره، بس لابد ان يكون رئيس الاتحاد داعم قوي لحكامه. نتمنى التوفيق للحكام في اسيا في بطوله امم اسيا اكيد بلا شك. ونذهب الى الخبر التالي من جيانو. جيانو يقول جاهز للتحدي الاسيوي. اكد المهاجم الاسترالي اوبوستو لوس جيانو جاهزيته لتقديم عروض قويه خلال بطوله كاس اسيا 2019 في الامارات، رغم ضمه مؤخرا لقائمه المنتخب بلاده استراليا بدلا من زميله مارتن بويلي المصاب. واضاف جيانو مهاجم ايك لا رناكا القبرصي: اتطلع لتقديم كل ما بوسعي من اجل الفريق، واعرف جيدا طريقه لعب المدرب جراهام ارنولد، لذلك انا جاهز لخوض التحدي. كل التوفيق للمنتخب الاسترالي، لكن بعيدا عن المنتخب العربي النشان ان شاء الله يتوفقون باشر اكيد في مهمه صعبه. نذهب الى الخبر الاخير. فراس الخطيب: ستينغ لا يريدني في المنتخب. أكد فراس الخطيب القائد السابق للمنتخب السوري أن الجميع مطالب الوقوف مع نسور قاسيون في بطولة أمم آسيا. وأضاف: سوريا مرشحة للعبور إلى أدوار متقدمة في البطولة، لدينا عمر السومة أفضل هداف في آسيا، وعمر خريبين أفضل لاعب بآسيا 2017، نمتلك أيضا المدافع أحمد الصالح والحارس العملاق إبراهيم عالمة. وأتابع فراس بنفسه بهذا التصريح: الروماني تيتا فاليروا مدرب المنتخب بأمم آسيا 2011 كان يقول: أريد فراس الخطيب في المنتخب ولو كان برجل واحدة. ولو كان الألماني ستينغ يريدني في المنتخب بهذه البطولة لكان فعل، لكنه لا يرغب. 2011 بعيدة يا فراس، تبقى أنت النجم وتبقى أنت رمز من رموز المحترفين في كرتنا المحلية، ولاعب مثالي وخلوق بلا شك، ولكن هذا يعني اختيار المدرب. كل التوفيق للمنتخب سوريا ونسور قاسيون إن شاء الله في البطولة الآسيوية. وصلنا لختام فقرتنا، فقرة الأخبار، ونعود مع القائد جابر النصار. شكرا لك محمد أكبر على الأخبار الطيبة، شكرا لك. طبعا احبتنا نعود معكم من جديد لفقرات الاخبار الجميله اللي ذكرها اخوي محمد، لكن نشوف تقرير حول مباراه اليوم بين منتخب الامارات والبحرين والتي انتهت بهدف لكل منهما، ثم نعود معكم من جديد في استديو كاس امم اسيا لكره القدم. التعادل يحسم مباراة الافتتاح بين الإمارات والبحرين على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019 في الإمارات. تقدم منتخب البحرين عبر هدف محمد سعد الرميحي في الدقيقة 79، عندما تابع تمريرة سيد رضا عيسى العرضية من الجناح الأيمن، فلعب كرة بالرأس أبعدها الدفاع الإماراتي من على خط المرمى، ولكنه عاد وتابعها مرة ثانية ليسدد الكرة بالشباك. واندفع أصحاب الأرض من أجل تعديل النتيجة، وأثمر ضغط أصحاب الأرض عن تسجيل هدف التعادل عبر ركلة جزاء احتسبت نتيجة لمس البديل محمد مرهون للكرة بيده داخل منطقة الجزاء،
نفذ أحمد خليل بنجاح في الدقيقة 88، وبذلك عاد المنتخب الإماراتي ليقتنص التعادل في الدقائق الأخيرة، وبهذه النتيجة يتقاسم المنتخبان نقاط المباراة. نعود حبتنا من جديد في استديو كأس أمم آسيا لكرة القدم، والتي انطلقت اليوم بين منتخب الإمارات والبحرين. دائما نحكي لما تصير لقاءات خليجية بشكل عام يكون لها حضور، يكون لها اهتمام، وتخرج دائما بمستوى جيد. مباراة اليوم الإمارات والبحرين، أبو نصار، احنا شفنا افتتاح ولا أروع، شفنا يعني مباراة، شفنا أرضية ملعب، شفنا استاد، شفنا جماهير من يمكن عناصر نجاح البطولة وجود الجماهير. صحيح. خذلنا المنتخب أمانة، خذلنا المنتخب الإماراتي، ما قدم على الأقل ربع مستوى اللي كنا متأملين منه، قياسا على وجود هالجماهير على أرضه وبين جمهوره. المنتخب البحريني قدم مباراة كبيرة، كان يستحق أفضل من التعادل بمعنى الكلمة، كان هو المستحوذ، كان هو الأفضل، هو الأخطر، كانت الروح واضحة، كان العزيمة واضحة أنه يبون الثلاث نقاط. المنتخب الإماراتي أعتقد فيه أخطاء كثيرة، خطوط متباعدة، أخطاء كثيرة خاصة في وسط الملعب، واضح غياب عموري عن وسط الملعب، ابتعاد علي مبخوت عن، خاصة هو المحطة الرئيسية خاصة من الناحية الهجومية. متى ما اختفى علي مبخوت اختفت الخطورة الإماراتية، وهذا ما حصل معانا حتى مع المنتخب الكويتي. بعد ما تخفي علي مبخوت يختفي المنتخب الإماراتي خاصة من الناحية الهجومية. شفنا اليوم فوضى في المنتخب الإماراتي، فوضى بمعنى الكلمة. شفنا الفريق البحريني منظم جدا ومحترم، وفرض احترامه على الجماهير أولا وعلى الفريق الإماراتي، وفرض أسلوبه. أعتقد كان متوازنا في الناحية الدفاعية وفي الناحية الهجومية، وكان هو الأقرب للثلاث نقاط. لولا ضربة الجزاء أنا وجهة نظري كانت ظالمة جدا، وسرقت المباراة من المنتخب البحريني أو ثلاث نقاط. بس نقول إحنا إن المستفيد إن المنتخب خليجي ثاني هو المنتخب الإماراتي. كنا نأمل المنتخب الإماراتي كأول مباراة وافتتاح يظهر بصورة منتخب الإماراتي الخطر، المنتخب الإماراتي اللي قوي ومرشح. بس أعتقد إن المجموعة تساعد الفريقين على العبور، يمكن أعتقد وبسهولة. نعم عادل، يعني احنا شفنا مدرب المنتخب البحريني قدر يتعامل تعامل ممتاز في هذه المباراه، مباراه افتتاحيه على ملعب الخصم، وهو خصوصا انه يقود منتخب شاب، منتخب فيه عناصر شابه، وهو يجيد التعامل مع اللاعبين الشباب، خصوصا انه هو درب منتخب التشيك تحت 15 سنه وتحت 21 سنه، وايضا منتخب مصر تحت 20 سنه، والمنتخب اليمني، فهو عنده خبره كبيره في التعامل مع اللاعبين الشباب، وايضا عنده خبرة كبيرة بالتعامل مع اللاعب العربي الخليجي، لكون درب منتخب مصر كدولة عربية والمنتخب اليمني، وغير أنه هو درب في اتحاد كلبة، فهو واضح أنه عنده خبرة كبيرة في الكرة الخليجية. نعم. وعارف يتعامل مع هذه المباراة بشكل جيد. يمكن قبل المباراة كلنا كنا نتوقع للمنتخب البحريني أنه لو يفوز، لو ياخذ نقطة من هذه المباراة فهذا شيء إيجابي بالنسبة للمنتخب البحريني، لكن لما شفنا المباراة المعطيات كانت مختلفة، كان المنتخب البحريني يستحق الثلاث نقاط، ولكن في يعني عدم توفيق أنا من وجهة نظري من الحكم، قرار شوية قاسي على المنتخب البحريني، أعاد المنتخب الإماراتي في هذه المباراة. احنا يعني بس نقطة، آسف يعني آسف إني أقاطعك، يمكن أهم لاعب في المنتخب البحريني ما لعب، اللي هو عبد الله المحترف بالدوري التشيكي عبد الله يوسف. نعم. هو مسجل. نعم. يعني بالمنتخب احنا راح نرجع حق التشكيله، نرجع التشكيله، راح ارجع لك انا فيها تكلم فيها. تكلم ثامر عن تشكيله الامارات مباراه اليوم. احنا خلينا نتكلم عن الفريق الافضل، يعني لا خلينا نحكي الامارات اول شيء، لان التشكيله امامنا قدامنا. الامارات كلمه مثل ما تبي، كالمعتاد الامارات كان يعني يمكن خالد عيسى، علي حسن، خليفة مبارك، عامر عبد الرحمن، فارس جمعة كابتن الفريق، علي مبخوت، بندر الأحبابي اللي اليوم هو أفضل لاعب في فريق الإماراتي، خميس إسماعيل، إسماعيل الحمادي، والحسن صالح، وخلفان مبارك. نعم.
اعتقد ان المنتخب الاماراتي اليوم يمكن اللاعب الوحيد هو يمكن الاحبابي هو نوعا ما كان يعطيك منظر لاعب منتخب. علي مبخوت كان مختفي عن المباراه. المنتخب الاماراتي انا بوجهه نظري نزل المباراه، يعني ما بقول عدم احترام للمنتخب البحريني، ولكن كانت الثقة زايدة. عنده أنه ماخذ 3 نقاط رغم الحضور الجماهيري. أعتقد أنه خذل جمهوره، وكان المنتخب البحريني هو الأفضل في كل شيء في 90 دقيقة. عادل تحكي عن منتخب البحرين، شوف تشكيلة منتخب البحرين تكلم عنه، تفضل المنتخب راحتك الحين. أنا قاطعتك المعذرة. بالضبط، المنتخب البحريني بدأ بتشكيلة يعني 4-2-3-1. خط الدفاع كان ممتاز في حمد شمساوي ووليد الحيام. كان في ترابط بين الخطوط، كان في كومباكتنس سواء على الأطراف أو الكومباكتنس العمودي اللي فيرتيكال. كان هناك رسم أو خلينا نقول باترنز واضحة، اللي هي توجيهات أو طرق لعب واضحة، بالرغم من ان اللاعب الافضل للمنتخب البحريني عبد الله اليوسف ما لعب، لكن بديله المشاكس محمد رميحي كان عند الموعد، سجل هدف وسدد 4 تسديدات على المرمى. ايضا نسبه التمرير عنده يعني لمس الكره 33 مره، عند التمرير 17 تمريره. هذا يبين لك انه كان راس حربه فعال، كان يشكل محطه، كان مشاكس جيد بالكرات العاليه. من الملاحظ ان المنتخب البحريني يعني عنده معدل طول 1.73 وهو معدل قصير نوعا ما، لكن هذا عوضه في اللاعب هذا اللي سجل الهدف، لانه هو يعتبر طويل هو نوعا ما. لكن اللاعب اللي احنا كلنا ناطرينه وناطرينه نشوفه في كاس اسيا هو عبد الله يوسف اللي يلعب بالدوري التشيكي، مسجل 5 اهداف والان وقع مع فريق سلوفاكيا برازيكلافيا براغ اللي هو احد افضل الفرق في الدوري التشيكي، ومعار الى نهايه الموسم مع فريق بوهيميا اللي مسجل معاه لحد الان 5 اهداف. نعم، بتضيف قبل ان نختم؟ انا انتقل لاخونا المؤرخ محل الشيخ. احنا عندنا نقطه واحده، انت لما تكون انت محترم الفريق الخصم تقدر تقدم المستوى مهما كانت المباراه، حتى لو افتتاحيه. احنا نعرف ان القاعده عندنا اي فريق مرشح في هالمباراه او في البطوله فكان مباراه افتتاحيه الاغلب ما يقدم المستوى، ولكن مو بهالطريقه. يعني منتخب الاماراتي ما توقعت انه يمكن 1% انه يلعب هالطريقه. هل لعب معاكم في المباراه التجريبيه اللي طبعا احنا ما شاهدناها؟ لعب نفس الطريقه، نفس الطريقه ونفس التفوق ونفس الاخطاء ونفس يمكن موجودين مجلس إدارة الاتحاد وشافوا الأخطاء وشافوا الخطوط متباعدة. أنا أعتقد إن إذا ما تصحح أخطائك راح تكون البطولة هذه في على أرضك وبين جمهورك صعبة على المنتخب الإماراتي. أعتقد إن المنتخب الإماراتي لازم يعيد حسابات الكابتن أو المدرب زكروني في هذه البطولة، لأن المنتخب الإماراتي 2019 غير عن المنتخب الياباني 2011 لما كان هو مدرب المنتخب الياباني وحقق هذه البطولة. صحيح. وكان يسألون عن منتخب اليابان 2011 وهو جلب زكروني لهذه البطولة للنيل المنتخب الإماراتي أو تحقيق هذا اللقب من جانب المنتخب أو الاتحاد الإماراتي. لما جلب زكروني كان الهدف هو تحقيق هذا اللقب، ولكن لما نتكلم مع الصحفيين 2011 فثمان سنوات ابو نصار، اللاعبين تغيروا، التطور غير، التفكير، الاساليب. فاعتقد ان المنتخب الاماراتي لازم يعيد حساباته، لان المنتخب البحريني كان الاجدر وكان الافضل وبجداره اللي هو كان يستحق 3 نقاط لولا الخطا، يمكن انا اقول غير مقصود من حكم المباراه، عاد المنتخب الاماراتي لنقطه البدايه وحقق له نقطه كان المنتخب الاماراتي لا يستحقها امانه. يعني لو المدرب زكروني يعني مدرب من سنه 83 الى هذه السنه ودرب كثير من الفرق، اي سي ميلان، انتر ميلان وكثير من الفرق، وما عنده نسبه فوز جيده، يعني عنده 42%. يعني لما تقارنه مع المدربين العالميين والمدربين لنفس اسمه تلقى دائما فوق 50% نسبه الفوز عندهم. فهو مو المدرب اللي نقدر نقول انه هو راح ياخذ المنتخب الاماراتي الى النكست ليفل، خصوصا انه يعتبر من جيل سابق والان الكره تغيرت. اغلب المنتخبات سواء العالميه او اللي هذا تبحث عن مدربين مغمورين يصنعون اساميهم مع المنتخبات الموجوده حاليا في الدول المحيطه. وي خلاص خلصتم الحكي بعد ما عندكم حكي؟ لا انا في ملاحظه، شوف الاحصائيه بس. شوف الاحصائيه معاكم، هذا الاحصائيه
في ملاحظة مهمة. تفضل. للمنتخب البحريني بالرغم من أنهم يعني ما يمتازون بالبنية الجسدية الكبيرة أو القوية، لأنهم انتصروا بنسبة 75% بالالتحامات، يعني بالدولز احنا نسميها بلغة التحليل. نعم. فهذا اللي هو خلاهم اليوم يكونون يظهرون بشكل أفضل من المنتخب الإماراتي، ويكون عندهم ترابط ويكون عندهم حضور ذهني في هذه المباراة. شوف أبو نصار، رغم النجومية كفرد فرد للمنتخب الإماراتي متفوق أكثر، بس خليت أبو محمد يوقف وايد ترى. بس دقيقة محامون عليه. الأرض والجمهور من صالح المنتخب الإماراتي، ولكن هذه في نتيجة واحدة هي من صالح المنتخب البحريني، أن الروح متى ما كانت موجودة والعزيمة متى ما كانت موجودة ما يختلف تلعب في أرض الخصم وبين جماهيره، أنك تتقيد بطريقة المدرب والالتزام واضح على الفريق البحريني، خاصة من ناحية الدفاعية. نعم. والارتداد من ناحية أو من ناحية الهجومية، والارتداد بعد ما تنقطع الكرة، ارتداد السريع والمنظم من ناحية الدفاعية. نعم. أحبتنا في كل مكان فاصل ثم نعود معكم من جديد مع فرحة المؤرخ مع الرشيد. نعود حبتنا من جديد في استوديو كأس أمم آسيا لكرة القدم، والتي كما أسلفنا انطلقت اليوم، ومباراة الافتتاح انتهت بالتعادل الإيجابي بين منتخب الإمارات ومنتخب البحرين. مع الرشيد كل حكوة تقولها حكي حلو، وأنا أحب حكيك صراحة. الله يسلمك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أمسي عليك ونصار وعلى الأخوان المحللين وعلى السادة المشاهدين. طبعا الفقرة اللي إحنا راح نتكلم عنها هي فقرة أرشيفية تلقي الضوء بشكل خاص على مشاركات منتخب الكويت في بطولة كأس الأمم الأسيوية، وأيضا بشكل عام على البطولة بشكل إجمالي. أولى مشاركات منتخب الكويت في بطولة كأس الأمم الأسيوية كانت استضافة التصفيات الأسيوية في نهاية العام 1971 في الكويت هنا، وحظيت هذه الاستضافة في اهتمام رسمي وشعبي كبير، وكانت تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الأسبق الشيخ صباح السالم رحمه الله، وحضوره أيضا مباراة الافتتاحية. وشاركت في التصفيات سبع فرق قسمت إلى مجموعتين، اللي هم مجموعة ألف ضمت العراق والأردن والبحرين وسريلانكا، والمجموعة باء ضمت الكويت ولبنان وسوريا. طبعا قبل بداية التصفيات لعبت أدوار تمهيدية لتحديد الفرق تواجدها في سواء في مجموعة ألف أو باء. فازت الكويت على العراق في ضربات الترجيح في المباراة الأولى بعد التعادل 1-1، وثم وضعت الكويت في المجموعة باء حيث لعبت أول مباراة أمام لبنان وفازت 1-0، سجل الهدف اللاعب الكبير جواد خلف. في المباراة الثانية تعادل منتخب الكويت أمام المنتخب السوري بهدفين لكل منهم، وسجل الأهداف أيضا الكابتن جواد خلف والنجم الكبير المرحوم فاروق إبراهيم، لتتأهل الكويت إلى الدور قبل النهائي اللي تلعب مع الفريق الأردني وتفوز بنتيجة 2-0 للاعبين إبراهيم الخشرم والكابتن حمد محمد. وفي المباراة النهائية طبعا ضمنت التأهل إلى النهائيات، ولعبت المباراة النهائية أمام المنتخب العراقي وخسر بنتيجة 0-1، وتأهل مع المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس الأمم الأسيوية في تايلاند. طبعا أقيمت النهائيات في شهر مايو 1972 بمشاركة 6 دول، هي إيران، كوريا الجنوبية، تايلاند، الكويت، العراق، كمبوديا. الكويت أيضا في المباريات التمهيدية لتحديد المجموعات لعبت مع صاحبة الأرض الفريق التايلندي، وفازت الكويت 2-0، سجلهم جواد خلف وفايز مرزوق، وانتقلت للعب في المجموعة باء التي تضم مع كوريا الجنوبية وكمبوديا. في المباراة الأولى فاز منتخب الكويت على منتخب كوريا الجنوبية 2-0، سجل الأهداف الكابتن المرحوم محمد سلطان والكابتن إبراهيم دراهم، وفازت ثم كوريا الجنوبية على كمبوديا 2-1، لتأتي المباراة الأخيرة لمنتخب الكويت أمام المنتخب الكمبودي، حيث كانت خسارة الكويت بنتيجة 0-3 تؤهل للدور قبل النهائي. لكن الغريب في الأمر أن المنتخب خسر بنتيجة 4-0
وخرج من البطولة ولم يتأهل إلى الدور النهائي، وهذه المباراة ما زالت لغز إلى هذا اليوم، كيف خسر منتخب الكويت بهذه النتيجة؟ طبعا انتهت البطولة بفوز المنتخب الإيراني بالكأس بعد فوزه على كوريا الجنوبية 2-1 ليحافظ على البطولة التي فاز فيها سنة 68. ومحمد هذه في الحكي بذكر شغلة بس حق المشاهدين، هذه البطولة طبعا اللي كان فيها الكابتن الكبير إبراهيم الخشرم كابتن المنتخب. نعم. في هذه الفترة كان تم إيقافه من قبل نادي مجلس إدارة نادي الكويت، ومع ذلك اتحاد كرة القدم يمكن تذكر. نعم نعم. فهذه حالة نادرة أن يتم لاعب إيقافه من مجلس إدارة نادي الكويت في تلك المرحلة في عام 71 ويتم اختياره للمنتخب. صحيح. ويكون كابتن المنتخب. عدل معلومتي أنت بعد أدرى. معلومتك عدل. احنا ما نذكر أنت تذكر. أيضا لازم أذكر أن في النهائيات كان في غياب لبعض اللاعبين بسبب تزامنها مع امتحانات الثانوية العامة. ويمكن في مقدمتهم الكابتن المرحوم فاروق ابراهيم والكابتن جاسم يعقوب ما شاركوا في النهائيات 72 لارتباطهم في امتحانات الثانويه. يعني هذا معناها لعبنا مع العراق في اللي كانت على ثانويه الشويخ مباراتين في الافتتاح في الاولى 1-1. إيه؟ وفزنا بضربات الترجيح على اساس نروح للتحليل. هذا الجول اللي كان فيه فيصل الطريجي الهدف اللي دش سجله رياض نوري. لا هذه في النهائي. في النهائي انا احكي النهائي سجل رياض نوري. رياض نوري سجل هذا. اي نعم. نعم يعني معلوماتي زينه. وكان مطر وطين وهذا يعني ناجح كان حاضرها حاضر المباراه. انا عادل برا الموضوع. يلا قول يلا عندك شيء قول حق محمد يلا اساله. لا يعني نفس ما قلت انت ابو محمد انه يعني غريبه يعني تخسر من كمبوديا يمكن اضعف المجموعه المنتخب الكوري فاز عليه وانت فايز على المنتخب الكوري. هي الشيء الغريب انه تخسر انت 3-0 وانت صاعد. هذا مثل ما قال ابو محمد. لا الحين لغز يعني لغز بالفعل الخساره. هذا هذا طبعا الخساره اثارت ضجه كبيره في الكويت واعتقد ان شكلت لجان تحقيق لمعرفه اسباب الخساره. ايضا لا نغفل ان فريق كمبوديا او كمبوديا في تلك الفتره كانت من الدول المتفوقه اسيويا في المراحل السنيه، يعني كانت فازت في كاس اسيا لاكثر من مره. بس هذا ما يعفي ان ان خسارتنا كانت ثقيله، خاصه ان الخساره صارت في الشوط الثاني من المباراه. يعني الشوط الاول كان في مراهنات على ما اعتقد مراهنات بس لم يعرف احد السبب الى اليوم سبب الخساره بهذه النتيجه. هو شيء بشيء يذكر اليوم لما احنا نتكلم عن انه كان لاعب في النادي موقوف وخذوا الاتحاد. احنا لازم دائما الحين نستشهد في الايام هذه، نلاحظ انه يصير ضجه كبيره اذا لاعب بالنادي مثلا مصاب او ما يلعب او الا هذا، ويتم استدعاء للمنتخب يقوم يعني الجمهور يعني يثورون او حتى وسائل التواصل الاجتماعي او حتى القنوات او البرامج التلفزيونيه الرياضيه. لازم نعرف ان مدربين المنتخبات ممكن يكون عنده نقص في مركز معين ويحتاج الى لاعب حتى لو ما يلعب بالنادي ممكن يستدعى للمنتخب لخدمه المنتخب في مكان معين. هي برامج سالفه ابراهيم الخشرم هذه اعرفها محمد ما تكررت من قبل. أيه؟ يعني صارت هالمره هذه تكررت مع منتخب ايطاليا. لا قصدي على منتخب الكويت هداف كاس العالم. اي فتصير يعني هو شيء يصير. احنا نقصد ان نستفيد من التاريخ اكيد الا يعني لما يتم استدعاء لاعب من نادي ما قاعد يلعب ما نسوي عليها ضجه. بالاخير هي وجهه نظر مدرب. انا اعتقد يمكن ابو محمد يفيدني يمكن حتى الخليجي 10 يمكن كان اللي هنا بالكويت سولاري سكولاري كان موقف كنا الكابتن راشد ديع القاطيه ما كان موقف ما كان يلعب اساسي. إيه؟ نفس الفكره يعني هذا اللي انا اقصده مو موقف اكيد. لا 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 ما كان موقف لكن ما كان يلعب اساسي. عندكم شيء حق محمد؟ محمد بتضيف شيء؟ ابي صراحه ترى ما لنا غنى عنك. الله يسلمك واجد. يعني احنا نقعد بس نسمع الحكي اللي قاعد تقوله وان شاء الله نلتقي كل يوم في فقره. يحفظك ربي محمد. مشكور مشكورين. شكرا لك شكرا لك. كان الحديث طبعا كان حديثنا مع اخونا معن الرشيد حتى تحكينا عن معلومات ربما يملك ما شاء الله تبارك الرحمن معلومات رياضيه كبيره عن مشاركات ماضيه. ونحاول ان ما يكون في الاستديو وايد رسمي يعني في بعض الامور في الحضور كلنا ايضا بعض الامور اللي نحتاجها ونقدم للمشاهد كل ما يريده. يعني هذه بعض المعلومات اللي حكى عنها معن الرشيد ربما تكون غائبه عن الكثيرين في الرياضه الكويتيه لكن نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. نتكلم زمن الجميل زمن الطيبين نفس ما يقولون صح. ونصار والله تتكلم وياه كانك حاضر المباراه والله ما شاء الله. معلومات لا معلومات هذا ما كنا معلومات ولا حاضر يعني لا ما هذا ما حضرت. تكلم ما شاء الله بنصر يعني موسوعه ما شاء الله الله يحفظك. تكلم عادل توفيق عن حظوظ المنتخبات العربيه لا تحدث عن المنتخبات الخليجيه خلونا عن المنتخبات العربيه. المنتخبات في منتخبات متطوره للمنتخبات العربيه المنتخب السوري يعني على سبيل المثال عنده لاعبين يلعبون في اوروبا تقريبا 16 لاعب يلعب في اوروبا.
فمن الطبيعي هم يستفيدون من هذه الامور. خلي بقاطعك السموحه بس خلينا نشوف احبت نشوف التقرير حول المنتخبات العربيه ثم نعود معك من جديد في استوديو كاس امم اسيا لكره القدم، انا والكابتن ثامر عناد والكابتن عادل توفيق. سيطرت المنتخبات العربية على بطولات كأس أمم آسيا في حقبة الثمانينيات، إذ فاز بها منتخبنا الوطني كأول منتخب عربي في عام 1980، وظفر بها المنتخب السعودي في ثلاث مناسبات قبل أن يحققها المنتخب العراقي في عام 2007. وفي هذا التقرير نلقي الضوء على المنتخبات العربية المشاركة في هذه النسخة المقامة في الإمارات العربية المتحدة من 5 يناير إلى 1 فبراير. صاحب الأرض والجمهور المنتخب الإماراتي في المجموعة الأولى يطمح إلى تكرار إنجاز عام 1996 حينما استضاف البطولة ووصل إلى المباراة النهائية قبل أن يخسرها أمام الأخضر السعودي بركلات الترجيح. أما المنتخب البحريني فسيسعى جاهداً إلى الوصول للأدوار المتقدمة في البطولة وتقديم مستوى أفضل مما قدمه في نسخة عام 2004 حينما حقق المركز الرابع. وتضم المجموعة أيضاً المنتخب الهندي والمنتخب التايلاندي. لا شك أن المواجهة بين المنتخبين القطري ونظيره السعودي في المجموعة الخامسة ستكون الأقوى عربياً في البطولة، بل إن المجموعة هي المجموعة الحديدية، والمباراة بينهما ستتكرر للمرة الرابعة بعد 3 مباريات انتهت بالتعادل. أما الفريق اللبناني فسيشارك للمرة الثانية في العرس الآسيوي بعد أن ودع سريعا دور المجموعات في البطولة التي استضافتها لبنان قبل 19 عاما، في حين تضم المجموعة أيضا كوريا الشمالية. ويبدو الطريق صعبا للمنتخبين العربيين سوريا والأردن في ظل العقبة الأسترالية في المجموعة الثانية، نظرا للأداء القوي الذي حققه نسور قاسيون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018. أما منتخب نشام الأردن فسنشاهده للمرة الرابعة في البطولة بعدما وصل إلى الدور ربع النهائي في النسختين السابقتين، في حين سنرى المنتخب الفلسطيني الذي سيشارك للمرة الثانية على التوالي في البطولة والذي تأهل إليها بعد أن تصدر المجموعة الرابعة المؤهلة للكأس الآسيوي وبرصيد 15 نقطة ضمنت له التأهل قبل انتهاء التصفيات. أما أسود الرافدين أبناء العراق أبطال البطولة عام 2007 فقد وقعوا في مجموعة سهلة إلى حد ما، ولكنهم سيكونون في منافسة شرسة مع خصمهم اللدود المنتخب الإيراني الذي رفع كأس البطولة 3 مرات. وسنرى في المجموعة الرابعة للمرة الأولى في تاريخ البطولة المنتخب اليمني بعد غياب 43 عاما عن المسابقة. ووضعت القرعة منتخب سلطنة عمان الذي سيشارك للمرة الرابعة في تاريخه ضمن مجموعة قوية ضمت كل من منتخب اليابان بطل الكأس الآسيوية 4 مرات بالإضافة إلى أوزبكستان وتركمانستان. هذا حبتنا من جديد محمد خليفة. أنا ما أبي
يعني بعد 7 دقائق لازم اقول لك صباح الخير، الحين بقول لك مساء الخير. مساء الخير اكيد. قبل ما تطوف سبع، يلا تفضل. امسي عليك بالخير ومسي اكيد على كباتنا ومسي عليكم مشاهدينا. طبعا كل شخص فينا له هدف من وجوده في البرنامج طبعا، وعندي انا راح نشوف التغريدات المتداوله في منصات التواصل الاجتماعي الى جانب من الصور وايضا تشجيع الجماهير وردود افعال الجماهير، وطبعا كباتنا راح يكون لهم طبعا الحريه في التعبير عن هذه او ردود الافعال اللي راح نشوفها. فخلينا نقول بسم الله ونبلش في اول تغريده معانا. تفضل نشوف اول تغريده معانا على الشاشه، طبعا هي للمنتخب السعودي. طبعا الحساب الرسمي لمنتخبات كره القدم السعوديه غرد بتويتر بتغريده عن عدد مرات التاهل، طبعا ليوصل الى عدد 6 مرات الى نهائي كاس اسيا، واللي يعتبر اكثر من اي منتخب اخر يتاهل في تاريخ البطوله. وقاعد نشوف عدد السنوات في 84 و88 و92 و96 و2000 و2000 وسبعة. طبعا قاعد اشوف مع مشاهدينا التغريده من الحساب الرسمي لمنتخبات كره قدم السعوديه في منصه تويتر. ننتقل الى التغريده الثانيه طبعا، واللي هي من الصفحه الرسميه للاتحاد العماني لكره القدم، اللي ايضا غرد بصور من لقاء المنتخب العماني ونظيره التايلندي. وقاعد اشوف مع مشاهدينا جانب من صور هذا اللقاء طبعا، واللي تم نشره في منصات التواصل الاجتماعي بالاخص طبعا منصه تويتر تحت هاشتاجات عديده مثل كاس اسيا 2019. طبعا عندنا ايضا تغريدات اخرى، وعندنا في التغريده الثالثه خلينا نشوفها مع مشاهدينا، وهي من الحساب الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم، واللي غرد أيضا بحسابه الرسمي ونشر صور لجانب من التدريبات المكثفة لمنتخب النشامة، طبعا المقصود اللي هو منتخب الأردني. طبعا وقاعد نشوف الاستعدادات للقاء استراليا بكأس آسيا، وقاعد نشوف جانب من الصور اللي تم نشرها أكيد في السوشيال ميديا وفي منصات التواصل الاجتماعي. طبعا جولتنا اليوم نقدر نقولها سريعة، فباقي تغريدة واحدة نعرضها لمشاهدينا ونشوفها على الشاشة من الاتحاد القطري لكرة القدم، اللي غرد أيضا من خلال حسابه الرسمي في منصة تويتر لصور من الذاكرة طبعا للمنتخب القطري في أول مشاركة له في كأس آسيا سنة 1980. قاعد نشوف صورة أول مدرب للمنتخب في كأس آسيا، وأيضا عندنا حسين خواجة كان هو أول حارس، ومنصور مفتاح هو أول سجل نقدر نقول أول هدف قطري، وفي النهاية عندنا ماجد الصايغ طبعا، واللي هو كان أول كابتن للمنتخب في بطولة كأس آسيا 1980. طبعا جولة سريعة في منصات التواصل الاجتماعي. طبعا راح نشوف أيضا جولة في الانستغرام، فإذا قاعد نشوف مع مشاهدينا جانب من صور الانستغرام، ولكن أكيد هذه جولة سريعة وخفيفة في منصات التواصل الاجتماعي. وننتقل الحين لك أكيد لاستكمال ما تبقى من البرنامج. عاد باكر نبي محمد أكثر ان شاء الله. تامر معلومات وايد حلوه. ثامر اعتقد ما عندك احتجاج. لا لا بالعكس، طيب الكلام سريعه، واللي تعجبني ان حسابات رسميه للاتحادات. زين التغريده خذ حسابات رسميه موثقه للاتحادات، هو تشجيع منتخبات. تعجبني القلم وايد حلو. تعجبني حاضرين سهله. احبتنا نشوف ايضا كادر مباريات القدم، ثم نعود معكم من جديد، لم يتبقى الوقت القليل من هذا الاستديو. شوفوا بعد. غداً 3 مباريات ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة أمم آسيا المقامة في الإمارات العربية المتحدة، ليواجه المنتخب الأردني نظيره الأسترالي في اللقاء الأول، ويلتقي المنتخبان التايلندي والهندي في المباراة الثانية، وتجمع المواجهة الثالثة المنتخب السوري مع المنتخب الفلسطيني. في تمام الساعة 2 ظهراً على استاد هزاع بن زايد تقام مباراة بين المنتخب الأردني وحامل اللقب أستراليا بعد أن وضعتهما القرعة في المجموعة الثانية. النشامى أصحاب التصنيف 110 عالمياً، الذي يتولى تدريب فريقهم البلجيكي فيتال بوركلمانز، إذ يعول على حارس المرمى عامر شفيق أبرز لاعبيه صاحب المشاركات الأربع في نهائيات أمم آسيا.
وعلى الطرف الآخر حامل لقب منتخب الكانغارو الأسترالي المصنف 41 عالميا بقيادة المدرب غراهام أرنولد الذي يمتلك لاعبين قادرين على وضع الفارق، وعلى رأسهم ماثيو رايان لاعب برايتون الإنجليزي، وعزيز بيهيتش لاعب بي اس في ايندهوفن الهولندي، ومارتن بويول المحترف في اسكتلندا، والثنائي الدفاعي مارك ميليجن وترينت ساينسبوري. وضمن منافسات المجموعات الأولى تقام في الساعة 4:30 مواجهة بين منتخبي تايلاند والهند. منتخب تايلاند الذي سيظهر في النهائيات القارية للمرة الأولى منذ أن شاركت في استضافة نسخة عام 2007، وسيكون هدفها التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد أن فشلت في ذلك خلال مشاركاتها الخمس السابقة. على الطرف الآخر سيحاول المنتخب الهندي إلى إحداث تأثير في المجموعة الأولى وبلوغ دور 16، وذلك على الرغم من المجموعة الصعبة التي تجمعهم مع صاحب الأرض المنتخب الإماراتي بالإضافة إلى المنتخب البحريني. ويعتمد مدرب المنتخب الهندي ستيفان كونستانتين على نجم فريقه سونيل تشيتري الذي سيقوم بدوره الرئيسي خلال البطولة القارية. وضمن سياق المجموعة الثانية على استاد نادي الشارقة سيواجه في الساعة 7 مساء المنتخب السوري نظيره الفلسطيني. فريق نسور قاسيون المتأهل للمرة 6 في تاريخه بكأس أمم آسيا صاحب التصنيف 74 عالميا، ويدربه الألماني بيرنستانج الذي يعول على كتيبته المكونة من عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي وعمر خربين لاعب الهلال السعودي. على الجانب الآخر كان ظهور منتخب الفدائيين الأول في النسخة السابقة عام 2015، ويقع منتخب فلسطين في المركز 99 عالميا، ويتولى تدريبه الجزائري نور الدين ولد علي. وتضم قائمة فلسطين ياسر إسلامي لاعب فريق كوريكو أونيدو في الدوري التشيلي، ومحمود مرعبة لاعب أهلي الخليل الفلسطيني، ومحمود وادي لاعب المصري البورسعيدي. أحبتنا في كل مكان، كنا سعداء أن نكون معاكم في أول استوديو لبطولة كأس أمم آسيا، سعداء بالتواجد معاكم، وأشكر ضيوفي الكابتن ثامر عناد، شكرا لك. حبيبي يا أبو نصار. كابتن عادل توفيق، شكرا لك. حبيبي يا أبو نصار، وأنا تشرفت أن أكون معك في الاستوديو لأول مرة، أكون معك في حبيبي، فأنا يعني أتطلع أن أكون ضيف خفيف إن شاء الله بإذن الله تعالى. أحبتنا وصلنا معاكم إلى نهاية الاستديو السموح، إذا كان هناك تفصيل في أول حلقة أشكر طاقم العمل اللي معاي، بإذن الله تعالى باكر نلتقي في نفس هذا الوقت إن شاء الله. حفظ الله هذا الوطن ورمزه وشعبه من كل مكروه، ودع الكويت في صلاتكم إن الله حفظه من كل شر. ألقاكم باكر بإذن الله تعالى، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة.